السلام عليكم ورحمة الله. السادة المشاهدين نحييكم هنا من ريف حماة بعد 24 ساعة تقريبا على وقف إطلاق النار المزعوم ووقف التصعيد كما سمي حسب الاتفاقية التي وقعت البارحة للمناطق الأمنة في سوريا وأحداها هنا في ريف حماة وريف إدلب الجنوبي. 24 ساعة ماضية مضت على هذه المنطقة كما مضت الأيام التي قبلها، فالطيران في ريف حماة بشكل خاص لم يهدأ في 24 ساعة الماضية، حيث شهدت بلدات ومدن ريف حماة وأهمها كفر زيتا واللطامي والزكاة تصعيدا وليس تخفيف للتصعيد من قبل الطيران وسلاح المدفعية التابع للنظام السوري، بالإضافة إلى الطيران الروسي. أكثر تقريبا من 4 طلعات أو 5 طلعات جوية شهدتها اليوم هذه البلدات، بالإضافة إلى عشرات القذائف المدفعية التي سببت العديد من الجرحى وتهدم الكثير من المباني في هذه البلدات. حتى قبل عدة دقائق الآن في منتصف الليل، وكما جاء في الكلام والتوقيت أنه في منتصف الليل سيتم وقف إطلاق نار كامل في هذه المنطقة، لا زالت المنطقة حتى هذه الدقائق تشهد قصف مدفعي من جبل زين العابدين من مدينة صوران التي تسيطر عليها قوات النظام من مدينة حلفاية. الجدير بالذكر أن قوات النظام لم تكف عن محاولة التقدم على عدة مناطق في ريف حماة، حيث حتى هذه اللحظات تحاول قوات النظام السيطرة على حاجز الزلاقيات في اشتباكات متواصلة مع قوات المعارضة في ريف حماة. الطيران لم يهدأ في 24 ساعة الماضية، حدوده حتى ريف إدلب الجنوبي، بالأخص طيران الحرب الرشاش منذ مغيب الشمس تقريبا لم يهدأ عدة طلعات الجوية. الطيران الحرب الرشاش ينفذ بالرشاش عيار 31 ملم، بالإضافة إلى صواريخ يلقيها على هذه البلدات يستهدف الطرقات الواصلة بين بلدات ريف حماة الشمالي. بلدات ريف حماة الشمالي أيضا ومدنها منذ عدة أشهر بسبب المعارك التي دارت فيها تشهد نزوحا كبيرا. الكلام الذي جاء في المؤتمرات الدولية والكلام عن وقف إطلاق النار لم يعد الناس إلى هذه البلدات، لا زالت الناس تتخوف من العودة، وخصوصا أنها لا زالت تشاهد بأعينها أن الطيران الروسي والطيران السوري لم يترك المنطقة. راجمات الصواريخ أيضا كان لها دور كبير اليوم منذ تقريبا مساء اليوم، منذ 4 أو 5 ساعات حتى هذه اللحظات عشرات الصواريخ تنطلق باتجاه هذه البلدات وباتجاه الطرق الواصلة بين هذه البلدات. الناس لا زالوا متخوفين، هناك الكثير من الناس الذين يعيشون بالقرب من بلداتهم في البساتين وفي الأراضي الزراعية يراقبون الخروقات المتكررة من قبل الدول الراعية، فالدول الراعية سواء روسيا أو إيران تشارك كما جاء في المؤتمر أنها دول ضامنة للنظام السوري، بينما على الأرض هي تشارك في قصف هذه المناطق الميليشيات الإيرانية على الأرض ومن خلال أفرادها وقواتها والطيران الروسي في السماء. إذن حتى هذه اللحظات وكما يظهر وراءنا المدن والبلدات ريف حماة ليس فيها أي إضاءة، ليس فيها أي إنارة، ليس فيها أي حياة تخلو من كافة مظاهر الحياة، وذلك أن القاطنين فيها عدد قليل جدا من الناس يقطنون في الكهوف، يقطنون في المغاور خوفا من القصف، والعدد الأكبر أو النسبة الأكبر تقطن خارج هذه البلدات في البساتين في مخيمات عشوائية على أطراف هذه البلدات. للإطلاع أكثر عن أيضا رأي المدنيين في هذه المنطقة وفي بلدات ومدن ريف حماة الشمالي معنا أحد المدنيين هنا أبو بهاء، نتكلم معه شوي عن رأي الناس في وقف إطلاق النار المزعوم الذي من المفترض أنه بدأ قبل عدة دقائق في هذه المنطقة. السلام عليكم أبو بهاء. أبها تحكي لنا عن تلقي الناس خبر وقف إطلاق النار، خبر مناطق آمنة، عدة مناطق آمنة تشمل محافظة إدلب بشكل كامل بالإضافة إلى ريف حماة الشمالي وعدة مناطق أخرى، أنتم هنا في ريف حماة الشمالي في ريف إدلب الجنوبي، كيف تلقى الناس هذه الأنباء؟ شعور، مخاوف، أمنيات بشكل عام؟ نعم سيد الكريم، الناس هنا تلقت هذا الأمر في ترحيب وخوف منهم بنفس الوقت.
الناس بتتمنى طبعا تخلص من هالقصف ومن هالدمار ومن هالدم، من الخوف الذي عاشناه 7 سنوات. أطفالنا ما زالوا في المغاوير، أطفالنا يريدون الذهاب إلى المدارس. نعم نريد التخلص من هذا الأمر، ولكن في المقابل نحن نتخوف. الراعي والضامن هو نفسه القاتل، مثل روسيا وإيران هدمت المساجد، هدمت المشافي، هدمت المدارس، هي التي تقتلنا، ولكن في نفس الوقت هي الراعي. من الضامن لهذه الدول؟ لا نعلم. الأمر اللي بيريدوه منا مثلا هي تقسيم سوريا مثلا، هنن أشو عندهم هدف؟ نحن هذا الأمر اللي عم تخوف، أنه بنتمنى أنه يكون صحيح فعلا مثل ما بيحكوا أنه يكون في وقف لإطفاء النار والقصف، ولكن نحن لاحظنا الأمر على ما هو. صح خفت الطلعات الجوية شوي، ولكن ما زال قصف الطيران، ما زال الراجمات، ما زالت الأمور مثل ما هي. ما قلت لك أنه خفت شيء بسيط، نتمنى أنه يعني يوقف القصف نهائيا. بالنسبة لريف حماة الشمالي، هناك الكثير من الناس من عدة أشهر تركت بلداتها، تركت مدنها بسبب الحرب الدائرة، بسبب كثرة القصف في هاي المنطقة. هل لاحظتوا أي عودة للناس في اليومين الماضيات بعد كلام الدول الراعي للاتفاق أنه سيتم وقف إطلاق النار؟ هل لوحظ أي عودة للسكان لهذه المناطق، أي تهدئة في هذه المناطق؟ لا لا نهائيا ما لاحظنا أي أمر، بالعكس حتى في بعض العائلات اللي مثلا دمرت دارها، في عائلة في الأطعمة قتلت، فلاحظنا أنه بالعكس في أمور صارت عم تزيد سوءا، وفي الناس عم تترك بيوتها حتى المزارع البعيدة عن الضياع، عم تترك تجي باتجاه الريف اللي بالجنوب أو المخيمات في أطعمة المناطق هاي. لم نلاحظ أي عودة للنازح اللي بلدها. سؤال أخير أبو بهاء، إذا تم وقف إطلاق النار، أشو المستقبل اللي بتتمنى الناس القاطنة في هذه المناطق؟ أشو بتتمنى أنه يكون بعد وقف إطلاق النار؟ هل بتتمنى أنه يكون الضماني أكثر من هيك، خصوصا أنه الضامنين هم من روسيا وإيران؟ هل بتتمنى أنه يكون في مشروع أكبر سياسي لحل الأزمة بشكل ما؟ سيد الكريم، نحن بنتمنى يكون في حل سياسي، ما يكون في حل جزئي. مثلا المشكلة هي تقسيم البلاد، ما راح نستفيد نحن. يعني مثلا أصير إدلب دولي أو مسقط قطاع وحما قطاع، نحن أهل، يعني في روابط تربطنا من الشمال إلى الجنوب السوري. نحن ما بنتمنى هذا الحل الجزئي، نحن بنتمنى يكون حل سياسي بإطاحة النظام اللي نحن من أول يوم طلعنا لها الهدف هذا. نحن ما طلعنا والله لنصير كل محافظة دولة، نحن طلعنا لنزع النظام، ولو صار تشوه صورتنا في بعض الأمور، ولكن نحن هدفنا الأساسي ومطلبنا الأساسي إزالة النظام، أزيل النظام وكل مشاكلنا بتنحل، هذا مطلبنا الأساسي. الله يبارك فيك. شكرا. إذا مثل ما أسلف أبها، الناس هون تلقت الأخبار منذ البارحة حتى اليوم، في ترجي، في خوف، في سعادة في بعض الأحيان من بعض الناس اللي ذاقوا ويلات القصف من الطيران الروسي، بالإضافة إلى سلاح المدفعي اللي ما خلى ولا بلد آمني. يذكر أنه قبل شهر من هذا الاتفاق، الطيران الروسي بشكل خاص لم يبقي أي مستشفى أو أي نقطة طبية، أي مركز للدفاع المدني، أي بلدي، أي طريق آمن في هذه المناطق. كانت حملة كبيرة جدا قبل شهر من هذا، دمرت معظم المرافق الحيوية في ريف حماة الشمالي وفي ريف إدلب الجنوبي. شهد اليوم الماضي واليوم الذي قبله بعض التهدئة من قبل الطيران الروسي، ولكن ليست تهدئة كاملة. حتى هذه اللحظات بالعين المجردة نستطيع أن نشاهد رجمات الصواريخ من جبل زين العابدين، قد لا تظهر للكاميرا، رشاشات من مدافع أرضية أيضا تظهر في الأفق، بالإضافة إلى بعض القذائف. طيران الحرب الرشاش قبل الساعة 12 تقريبا ب10 دقائق أنهى آخر طلعاته حسب المراصد التي تراقب الطيران هنا في ريف حماة الشمالي. ننتظر الساعات القادمة لنرى هل ريف حماة الشمالي سيكون من ضمن المناطق التي تشملها هذه التهدئة، أم سيستمر هذا المسلسل من القصف من محاولات النظام التقدم مدعوما بالميليشيات الإيرانية ومدعوما بالطيران الذي في الأجواء يحاول التقدم على عدة مناطق أخرى. طبعا إذا حاول النظام التقدم، لن تستطيع فصائل المعارضة الوقوف أو السكوت أمام محاولات تقدم النظام، إذ شهدنا في الساعات الماضية على حاجز الزلاقيات، وهي عبارة عن قرية صغيرة تتمترس بها قوات المعارضة كنقطة أخيرة في سيطرتها في ريف حماة الشمالي، حاولت قوات النظام التقدم عليها وكان هناك اشتباكات بين الطرفين ولا تزال حتى اللحظة. الساعات القادمة ممكن أن تحمل الكثير في طياتها. نترككم قليلا مع الصورة لرصد الوضع هنا في ريف حماة الشمال. Yes.